في الفترة الأخيرة انتشر موضوع كده مقلق شوية، في الحقيقة هو مقلق جدا. الموضوع ده هو إننا لقينا عدد كبير من الدكاترة الموجودين على السوشيال ميديا بيقولوا إن هم بيخسسوا الناس بحقنة كده فيها مواصفات سحرية على حسب كلامهم. بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا إن الحقنة دي بتوقف الشهية وبتساعد على الحرق بشكل كبير جدا، مش بس كده، دي كمان ممكن تخليك تنزل وزنك حوالي 20 كيلو في الشهر. طيب الكلام ده غريب جدا، ولما دورنا في الموضوع لقينا ان الحقنه اللي بيتكلموا عليها دي حقنه خاصه بمرض السكر. الازمه الكبيره بقى في الموضوع ان الناس بتاخدها مع نفسها كده، لما بقوا يسمعوا عنها يروحوا اي صيدليه ويطلبوا من الدكتور الحقنه بتاعه السكر ويمشوا بقى على الجرعات اللي بتتقال ليهم على الانترنت، وطبعا كل ده من غير اي وعي. النتيجه طبعا بتكون كارثيه. المشكلة بقى كمان ان هنلاقي ناس كتير من اللي بيستخدموها مش ناس مثلا عندهم زيادة رهيبة في الوزن، لا دي ناس مثلا عايزة تنزل 5 أو 6 كيلو، يعني شوية رياضة وقفل بق ممكن تساعد ان هو ينزل الوزن بتاعه بكل سهولة. وبما ان الموضوع ده مقلق جدا وفيه تفاصيل كتير، هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتورة ندى بهاء استشاري التغذية العلاجية. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك، عاملة ايه؟ رب تكوني بخير. دكتور قولي لنا، سمعتي اكيد عن الحقنه بتاعت السكر اللي الناس بتاخدها دلوقتي عشان التخسيس؟ ما هو ده حقيقي. المشكله كمان ان هما ما بيبقوش عارفين الحقنه دي لايه، مش عارفين هي بتشتغل على ايه، مش عارفين هي مناسبه ليهم ولا لا. هو كل اللي بيبقى بالنسبه لهم انه امل ان احنا ننزل، حتى نزول في الوزن ما بيبقاش زي ما هما متخيلين، يعني ارقام بتاعت 20 كيلو دي مش ارقام واقعيه. فاهم حاجه اولا نبقى عارفين احنا وزننا فين، احنا محتاجين ننزل قد ايه بشكل صحي، مش بشكل ان انا انزلهم وارجع ازيدهم تاني او ابوظ على الفانكشن بتاعت الجسم بتاعتي او اخليه انه ما يشتغلش. ولازم نعرف ان احنا كل ما ننزل ارقام كبيره قوي بسرعه بتكون الارقام دي عباره عن عضلات اكتر من ان هي دهون، فبيبقى زيادتها سهله. يعني انا لو نزلت 20 كيلو فانا اول ما هبطل ايا كان اللي انا بعمله هرجع تاني ازيد 25، مش هرجع ازيد 20. فكل ما النزول بيكون منطقي كل ما بيكون أصح. طيب دكتور، هو احنا ازاي في دكاترة لقيناهم على السوشيال ميديا بينصحوا بان احنا ناخد الحقن دي؟ طبعا مش كل الدكاترة، هي بعض الدكاترة. طبعا هي الفكرة ان الحقن دي زي عمليات التخسيس وزي حاجات كتيرة قوي ممكن يكون ليها البيشنت بتاعها، ليها المريض بتاعها، لان هي لو الحقنه دي FDA approved او موافقين عليها او موجوده في الصيدليات ده مش معناها انها تنفعني بالظبط، فانا ما ينفعش انصح بيها للناس كلها، ليها ناس معينه وليها ظروف معينه زيها زي عمليه التكميم، وبرده ليها اضرار وليها مميزات. يعني حتى عمليه التخسيس او اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها مميزات وليها عيوب. اقدر اعرف ان دي تناسبني او ما تناسبنيش لما تكون المميزات بتاعها اعلى من العيوب بالظبط، ويكون دكتور هو اللي شايف ده مش انا اللي شايفه ده. يعني انا ما ينفعش اي حد عايز ينزل في الوزن اقول له روح اعمل عمليه تكميم او اعمل تغيير مسار او خد الحقنه، لازم يكون في حد متخصص يشوف ده ايه ويناسبه ولا لا ويناسب حالته الصحيه ولا لا. ده حتى الدايت نفسه، اسلوب الاكل نفسه بيختلف من شخص لشخص. صح، فاكيد الادويه واكيد العمليات دي مش حاجه سهله خالص، ولازم نبقى عارفين ان هي مش حاجه فور جرانتد، يعني مش حاجه اخدها واخس والموضوع ينتهي، لا اكيد بيبقى ليها فانكشنز نقدر نمشي عليها وليها ناس ما ينفعش تاخدها. بس خلينا متفقين يا دكتور ان نوع الحقنه اللي احنا بنتكلم عنها دي بس بتاعت مرضى السكر. ايوه، هي بصي مبدئيا هي في انواع للحقن او نزول الوزن لادويه مرضى السكر. ليه؟ لان معظم ادويه مرضى السكر بتشتغل على حساسيه الانسولين او تظبيط الانسولين في الجسم. فلو حد عنده مشكله زي دي لما بياخد دواء زي دواء يزود حرق او يزود الانسولين حساسيه الانسولين ساعتها يخس. انما لو خده انسان عادي ما عندوش مشكله في الانسولين او ما عندوش احساس للسكر او ما عندوش استعداد لمرض السكر مش هتعمل معاه نتيجه. بالظبط. طب هل ليها اضرار يا دكتور؟ بصي يعني انا لو مش مريضه سكر واخدت الحقنه دي عشان انا عايزه اخس، ايه هي السايد افكتس او الاضرار اللي ممكن تحصلي؟ ده بيعتمد على انت وزنك اصلا قد ايه؟ عندك مشاكل صحيه تانية ولا لا؟ في ناس ممكن يلخبط لها في الهرمونز، في ناس بتبقى مع زياده الوزن او لو عندها سداد للسكر بتبتدي تعمل لها سايد افكت زي ان هي يبقى عندها احساس الطيء او الترجيع او مشاكل في النهار. فده كله بيتوقف على ان الدكتور هو اللي شايف الحاله. يعني في الاول وفي الاخر احنا بنتكلم عن دواء سواء كان متوافق عليه بالاف دي اي ابروف او مش متوافق عليه، في الحالتين لازم اللي يكتبه دكتور.
لازم اللي يكون بيتابع الحاله دكتور. مش معنى ان هي اف دي اي ابروفد ان هي انفع اروح اخدها من الصيدليه او ان انا ابعت اجيبها واديها لنفسي، لا لازم يكون في، لان طبعا دي حاجه بتخش جوه الجسم، فاكيد لها يعني مش حتى مش هقول اعراض جانبيه، ليها اعراض، الاعراض دي ممكن كويسه او الاعراض دي وحشه، انا هعرف منين على حسب الحاله. بشكر دكتوره ندى، ويا جماعه ده كان راي دكتور استشاري متخصص في التغذيه.